سمعت فيديوهات كتير للعبة كراش وطرق كتير ازاي تكسب من لعبة كراش على قود قليل. طيب ماشي يا رجالة، احنا هنعمل تجربة مع بعضينا هعلمك فيها ازاي تكسب من لعبة كراش، تمام؟ بس لازم تكمل الفيديو عشان تعرف الحقيقة فين. اللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة هنلعب بطريقة حلوة يا جماعة، ان احنا نضرب على اقل من اتنين او اتنين، مش هنطمع، بعيدا عن حرق الاعصاب والرعشه ونبضات القلب اللي بتحصل لك وانت بتلعب لعبه كروش. اركن ده كله كده، اركنه على جنب وتعالى انا اقول لك الدنيا فيها ايه. تمام يا زميلي، هنبدا الفيديو مع بعضينا وهنعمل رهان ب 100 جنيه، بس ب 100 جنيه، وهنستنى الطياره نشوف الدنيا تلسع عليه، وهنضرب على اقل اتنين، اقل من اتنين. تمام، ركز معايا ونشوف الدنيا هترسي معانا على ايه. حلو قوي، حلو قوي. دي 100 جنيه خدناها 223، احنا كان معانا فوق، سيبك من المية دي، 3200. خليك في 3200. تمام، دلوقتي انا هعلق 500، انا كسبت خلاص، انا كسبت. خليني انت بقى، بص انا وانت واحد بلعبك بنفس اسلوبك، انت بتكسب بتطمع بتعلق. تمام، كمل بس كده ونشوف الدنيا هترسي عليك. على الاقل من اتنين هخطف واجري، اخطف واجري. 1220، خدت بالك انت؟ معانا بقينا فوق 4054 جنيه. هناخد الجيم الجاي، ركز معايا عشان اخر الفيديو هتعرف الدنيا ايه. انا زودت 1000، خلاص يا رجاله زودت 1000، خلاص يعني لو خسرت ال 1000 هيبقى انا ما كاني لسه ما بداتش لعب. تمام، لو كسبت هتبقى العمليه رفعت معايا لفوق. تمام، اقل من اتنين، اقل من اتنين، شفت؟ مش بنلعب بسكريبت ولا اي حاجه، بقينا 4844. هنلعب ب 1500، لا خليهم 2000، 2000، 2000 عشان نمشي بالمظبوط. 2000، تمام، هنضرب على اقل من اتنين عشان ناخدهم اربعه، الا اقل من اتنين. بص بص بص، 3220، 3220 بقى الحساب معانا فوق 6064، يعني معانا مكسب حوالي 3000 الا 100. تمام، ركز بس معايا والدنيا هتبقى حلوه. هنخش ب 2000 كمان ونشوف الدنيا ترسم معانا على ايه. حلو 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 جدا، 3980. شفت الارباح بتيجي ازاي؟ شفت الطريقه؟ اصل انت بتقول انت ما بتعرفش تلعب، انت ما بتعرفش تلعب. ركز بس يا اخويا، كل قصه فيها ان اقول لك الاخر. هرجع بقى على 500 جنيه، معايا مكسب دلوقتي، انا معايا مكسب، ده انا معايا حوالي 4000، كان معايا 5000، هنلعب ب 500 جنيه. ركز، الطريقه بس حلوه جدا يا جماعه، بس احنا ايه اللي مش فاهمين الدنيا كويس، خسرنا 500. بص القلب حاسس، قلب المؤمن دليله. هزود 1000 بقى، هزود 1000 ونشوف عشان نرجع ال 500 اللي احنا خسرناهم، مش خسرناهم، خسرناهم. اللايك الجميل يا زميلي، ولو مش مشترك في القناه اشترك يا صاحبي وفعل زر الجرس، والله يفوتك كتير جدا. حلو 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 حلو، والله انا ملتقط، اقسم بالله انا ملتقط على الالف. لا تقول لي انت مش كده يعني. هضاعف الالفين، تمام، هضاعف الالفين. انا بلعبك بنفس شعورك ونفس احساسك وانت بتلعب بالظبط. تمام، ركز بقى، شوف اللعبة هتعمل معايا ايه. ركز، بص انا بلتقط على نفس الاسلوب، بقينا 9184، يعني معانا مكسب حوالي 6000، كام؟ 7000، لا 6000 يا رجاله، معلش 6000. هنلعب ب 1000 جنيه بس، هنلعب ب 1000 جنيه بس. ثانية 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 ثانية، حلو حلو جدا كده، حلو جدا. 1930 بدون حرق اعصاب، تمام، بدون توتر بنلعب. انا هقول لك الدنيا فيها ايه، بس إيه؟ كمل الفيديو للاخر علشان ما تروحش تلعب وتخسر وتقول ده انا نفذت طريقتها بالظبط وتندم. انا هلعب ب 400 بس، بدون طمع، بدون طمع. في اوقات كده مش عايز اقول لك عليها، يعني اسرار، اسرار المهنه يا صاحبي، اسرار المهنه. خسرت 400، انا عارف ان انا هخسر عشان كده بحط مبلغ صغير. تمام، 1400 بقى 1800.
هنشوف الدنيا ترسم معانا على ايه ومكملين. احنا بقينا 7914 بعد التعليق ده 1800. يلا 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 يلا. حلو 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 جدا، حلو جدا يا رجاله. اخدت بالك؟ شفت الطريقه؟ هك ده ولا مش هك؟ هك يا زميلي ولا مش هك؟ ما عندكش اي مشكله يا زميلي. بقينا 12000 فوق، هنلعب بنفس الرينج 2800. 2800 استراتيجيه من 3000، استراتيجيه من 3000. تمام، التقط. بص بص، خدت بالك انت؟ انا ملتقط قدامك اهو. اللعبه خسرتني، اللعبه خسرتني، استكترت عليا ان انا اكسب كمان. مفيش مشكله، هعلق ازود وهعلق. خلاص هي عصبتني، خلاص دلوقتي مش هسيبها. خلاص نفس شعورك بالظبط. شوف بقى، شوف بقى، خد بالك انت. خلاص كده انا مش يعني، كان معايا مبلغ. بص يعني في لحظه مفيش، الحق بقت 780، ده انا علق 4800. خلاص هي بي سيطرت عليك، سيطرت عليك اللعبه. ركز معايا وانت هتعرف الدنيا فيها ايه. 4800، يلا يلا. بس كده كده حلو، رجعت كل فلوسي، رجعت كل فلوسي. تمام يا صاحبي، 10896 والطياره رايحه، مالناش دعوه بيها احنا بقى. ما ترحم، هي عايزه تروح تروح، ان شاء الله تروح المريخ. احنا مالناش دعوه بكل ده، خلينا على الاستراتيجيه البطرمنج الهندي. واخد بالك انت؟ تمام يا رجاله، زي ما احنا شغالين هنخليها 5000 بقى، عشان ايه؟ نخش في المكاسب العاليه. 5000، ما احنا معانا راس مال، معانا احنا كنا بادين ب 3000، معانا راس مال، هنلعب بال 5000. حلو، اخد. بص بص، تاني مره اهي، تاني مره ملتقط قدامك اهو، تاني مره، تاني مره. تمام، اللعبه عصبتني. 6000، 6000، مش هسيبك، مش هسيبك. ده اللي بيحصل معاك ولا مش بيحصل معاك؟ مش هسيبك. تمام، 6000، 6000، ملحقناش ملحقناش ملحقناش. طب هعمل ايه؟ 7000، 7000، ده احنا كده خسرنا. انا عايز ارجع، اعوض كل فلوس اللي خسرتها دلوقتي، اعوض كل فلوس، مش هسيبها. هو ده، هو ده يا جماعة، هو ده 15540، هو ده، هو ده الكلام التقيل، الشغل التقيل جدا، هو ده الكلام الصح. رجعت فلوسي وبزيادة وبمكسب. خش ب 5000 بقى، عشان هي عصبتني المرة اللي فاتت. تمام، ومش هسيبها. كمل بقى يلا، على أقل من اتنين، أقل من اتنين وهنبدأ. هي خسرتني مرتين مع إن ملحقناش. طيب المفروض بقى إن أنا أضاعف المبلغ، ألعب ب 10؟ لأ كتير، خليهم. ولا اقول لك 7000 كويس، 7000، 7000 كويس، عشان اعوض خسارتي. ما هو انا بنفس شعورك يا زميلي، بنفس عصبيتك وضغوطك النفسيه، انا بلعب. التقط، حلو حلو، 13900، حلو. شفت؟ حلو، خش ب 7000 كمان. عايزين نخطف خطفه كده حلوه، تجيب 10 جمال وتظبط الاولاد في البيت. عايزين نخطف خطفه حلوه كده. ملحقناش، ماشي، ملحقناش. طيب اعض بقى في ايدي والعب ب 7000 كمان، اعض في ايدي والعب ب 7000 كمان، وقلبي بينبض، قلبي بينبض. خدت بالك؟ قلبي بينبض. حلو 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 حلو. شفت كانت بتعمل معانا ايه؟ بتعمل معانا القلاشة، القلاشة يا زميلي، كانت بتعمل معانا القلاشة. حلو قوي كده. هلعب برضو ب 7010، هلعب برضو ب 7010. كمل الفيديو يا زميلي، كمل الفيديو، لسه تعرف الدنيا في ايه. اخر فيديو مش هقول لك، علشان ما. يا لهوي، انا يما طرت ال 7000، طرت 7000.
برضه 7110. خلاص انا بلعب بتوتر، انا عايز اجيب المكسب اللي كان معايا، انا عايز المكسب اللي كان معايا دلوقتي. راح فين؟ راح فين المكسب؟ هنجيب الدنيا دلوقتي كلها، ولازم يجي المكسب، لازم يجي المكسب، لازم يجي المكسب. 18130. احنا بنعرف نلعب يا صاحبي، احنا بنعرف نلعب وبنعرف الاسرار فين، تمام. بس كل القصة ان انا بقول لك على الحقيقة وانت بتعيش الوهم. انت بتشوف الفيديو بطريقة تاني، تمام، انت بتشوفه بطريقة تاني. انا بقول لك الطريقة الصح. اركن بقى كل كده، كل الكلام اللي احنا لعبناه ده في البداية والكلام ده، سيبه يرزع مع نفسه، تمام. وهقول لك على التركية والسر في اللي حصل كل ده، والدنيا كانت ماشية ازاي. اخدت بالك انت من البداية، من بداية الفيديو، تمام، من بداية الفيديو ان انا كنت بكسب، تمام، كنت بكسب. عارف كنت بكسب ليه؟ لان الحساب ده اول نقطة انا بلعب وانا مطمئن، لان خسرت كسبت مش فارق معايا، دي اول نقطة، تمام، انا بلعب مطمئن. شوف شوف انا سيطر عليا مثلا في لحظة زي كده، لو انت معاك فلوس زي كده حقيقية هتسيطر عليك اللعبة وتلعب نفس النظام ده، وهتخسر كل اللي معاك، هتخسر كل اللي معاك يا زميلي، تمام. هتكلم نكمل باقي كلامنا. انا اقول لك اول نقطة ان انا بلعب مطمئن، مش فارق معايا حاجة، خسارة مكسب مش هتفرق. خدت بالك؟ خدت بالك؟ الوقت اللي انا بلعب فيه اخواتي كلهم بيلعبوا. مين اخواتك دول؟ مين اخواتك دول؟ اهو اللي تحت دول، دول اخواتي حسابات الديمو والبوتات بتاع اللعبة، البوتات بتوع اللعبة، تمام يا اخويا. اللحظة اللي احنا بنكسب فيها دي، تمام، بنبقى كلنا ديمو بوتات. فينا حوالي 50 60 لاعب حقيقي معلق ب 50 60 جنيه، معلق ب 50 60 جنيه. لو ركزت في السجل تحت، لو ركزت في السجل هتلاقي كلها ارقام عالية، كلها ارقام عالية. ليه بقى الطيارة بترفع بينا؟ لان مفيش ناس حقيقيين هيكلفوا الشركة خسارة الفترة اللي كنت بلعب فيها بالاول، وكانت بتضرب الطيارة اوام اوام اوام، تمام يا اخويا. دي كانت في ناس حقيقيين بيلعبوا معانا، عدد لعيبة فيه حوالي 50 60 لاعب، اللي معلق 100، اللي معلق 50، معلق 60، معلق 20، بس دول بيبقوا تحت، تحت في السجل من تحت. انما احنا يا باشا اللي هم اصحاب البروموكودات واصحاب الديمو والبوتات، طبعا انت عارف البوتات اللي هم معلقين قروش، دول بيحط الرقم ويحط قروش معاه علشان ليه؟ يوهمك. دول البوتات بتوع اللعبة، تمام. احنا لما بنخش كلنا كده الطيارة بترفع، لان خلاص هو الشركة عارفة ان دول مش هيكلفوها حاجة، لازم ترفع السيستم معاها. بص 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 قد ايه كل دول، كل دول ديمو بوتات، ديمو بوتات، فاهمني؟ مش هتلاقي فيهم، بص كله كسب كله، بص ارقام عالية يا باشا. اوعى تصدق ان دي ناس حقيقيين بيلعبوا بارقام حقيقية، اوعى تصدق، تمام يا اخويا. فهمت الدنيا في ايه؟ بص يا صاحبي نكمل كلامنا، تمام. الطيارة لما حضرتك بتشوف طريقة ناس تانية بتتكلم بيها، بص التقط على كده. أنا ممكن كنت أوهمك في البداية، وأكيد حضرتك اتوهمت وكنت رايح تلعب بنفس الأسلوب، بنفس الأسلوب، تمام، لكن ما تعرفش الحقيقة فين، وكنت هتظلم نفسك وهتظلمني أنا معاك. لو مكمل الفيديو معايا لحد دلوقتي فأنت فعلا هتعرف الحقيقة، إنما لو سمعت الفيديو وفريته لك أنا مش مسؤول منك، أنا بريء منك، أنا بريء منك. هتعرف ان انا كسبت في البدايه، تمام، علشان كنت بلعب بطريقه اخطف واجري تحت مسمى استراتيجيه، وبلعب بطمأنينه، مش فارق معايا اخسر هكسب، مش فارق معايا يا اخويا، مش فارق معايا. ليه؟ لان دي فلوس مش حقيقيه، فلوس مش حقيقيه، شغل ماشي حالك كله على الترابيزه عشان حضرتك تخش تلعب وتخسر والكلام ده. انا لو انا بقول لك تجربه، انا جربت، انا عن نفسي جربت نفس الطريقه، لعبتها بفلوس حقيقيه، خسرت، خسرت من فتره، خسرت الحمد لله، نحمد ربنا على كده. انا بنصحك دلوقتي، خلاص انا هقصر في الكلام عشان طول الفيديو، تمام، واعمل لك فيديوهات تانية كتير. لازم تفهم ان الحقيقه فعلا ان الالعاب دي هتخسرك مش هتكسبك، تمام يا رجاله. اللايك الجميل، ولو مش مشترك اشترك عشان هيفوتك حاجات كتير قوي. سلام يا احلى رجاله في الدنيا.